اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ومكملين مع حضراتكم حلقه النهارده من هذا الصباح وحوارنا الان عن الاوضاع في قطاع غزه والجهود المصريه المتواصله للتوصل من اجل التوصل مجددا للتهدئه في قطاع غزه اللي دخلت الهجمات الاسرائيليه في شهرها الرابع. الجميع مترقبون لما ستسفر عنه هذه المشاورات الجاريه حاليا اللي بتقودها مصر وقطر والولايات المتحده لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. وبحسب بعض التقارير الصحفيه، جهود الوساطه بتركز على اقرار الهدنه الانسانيه في قطاع غزه ووقف اطلاق نار لمده شهر. هذه الجهود بتاتي وسط استمرار استهداف الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني من خلال سلسله من المجازر الدمويه واسقاط عشرات ومئات الضحايا يوميا، اشتباكات في جنين بالضفه الغربيه وضحايا بقصف اسرائيلي على مركز للنازحين في غزه، عشرات الغارات الاسرائيليه والقصف برا وبحرا، قصف الملاجئ الامميه مخلفا عشرات الالاف من الضحايا. خلونا نتكلم اكتر عن الاوضاع في غزه ومحاولات الوساطه المصريه للتوصل لهدنه مع ضيفتنا الاستاذه زينب الدربي، نائب رئيس تحرير جريده الوفد والمتخصصه في الشؤون الدوليه. اهلا بك يا استاذه. اهلا يا فندم، صباح الخير. صباح النور. الوساطه الجاريه حاليا برعايه مصريه قطريه وامريكيه ايضا بتحظى بترحاب دولي كبير. كيف ترين هذه الجهود التي تقوم بها مصر تحديدا سواء دبلوماسيا او سياسيا وامنيا ايضا من اجل انهاء هذا الوضع المأساوي والكارثي في قطاع غزه؟ مصر يعني لم تتوانى من اليوم الاول لهذه الحرب لاجراء المحادثات مع كل الاطراف بما فيها حماس وباقي العناصر، يعني عايز أقول من الجانب الفلسطيني بما فيهم أيضا فتح والسلطة الفلسطينية، وال يعني العودة بما يطرحوه مع طاولة يعني المناقشات مع الأطراف الدولية من أجل التوصل ل ولو وقف لإطلاق النار مؤقتا، هدنة علشان الناس ترتب أوراقها مرة أخرى. طيب الوساطة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي عبارة عن انه كان في مقترح انه يقف الحرب ووقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر، وبعد ال3 أشهر دول حماس كانت المفروض انها هتقدم بعض من الأسرى، تفرج عن بعض من الأسرى اللي هم من السيدات والأطفال، وبعدين قبل 3 أشهر، وبعدين بعد 3 أشهر الأولانيين يتم الإفراج عن المجندات من الفتيات والسيدات، وبعدين يتم الإفراج في المرة الثالثة عن الباقيين في المقابل بالنسبة لما تقدمه إسرائيل حسب شروط حماس. طيب إسرائيل رفضت وحماس رفضت كل المقترحات، يعني انتهينا في النهاية ان كل الأطراف رفضت. طيب مصر بتتعاون مع قطر يعني كدولة عربية وسيطة أيضا بما ان هي اللي كانت مستضيفة العناصر الرئيسية من من يرأسونا يعني الحركة داخل أراضيها. وأيضا دورها في الوساطة ما بينها وما بين المؤسسات الدولية اللي كانت بتقرر المبلغ المالي اللي كان بيدخل خزينة يعني غزة للصرف على المرتبات والبنية التحتية عشان البلد تمشي يعني، واللي كان بيقدر من 8 إلى 4 مليون دولار في الشهر، فكانت قطر بتقوم بالدور ده. طيب احنا دلوقتي هل في طريقنا الى قبول هذه الهدنة؟ لا، الطرفين رفضوا، واتصور ان الرفض الاسرائيلي ده وراءه يعني بيوند لي ترتيبات اخرى من التصعيد، وعلشان ما تبقاش زي يعني عايزه اقول ما تبقاش يعني نوع من الكماشه عليها يعني من ناحيه من حماس ومن حزب الله في شمال لبنان، الا اذا
هي أعادنا المفاوضات مرة أخرى وقبلت علشان ما تقعش في التراب دي، أو يعني في هي رفضت هدنة الثلاث شهور وفي طريقة أيضا لرفض هدنة الشهر. ما أنا لسه كنت هقول لحضرتك في بقى طرح جديد إن إحنا ناخد الشهر ده علشان ويتم البناء عليه بعد كده، يعني يفوت شهر وبعدين نرجع نمده شهر كمان، واللي اللي اللي بيدعم المقترح الثاني بتاع الشهر ده أمريكا، لأن وضع جو بايدن حاليا في الحملة الانتخابية سيء جدا، والناس بتواجهه دايما في كل او يعني لما بدا المؤتمرات بتاعته الشعبيه الناس هو بيتكلم في وادي في امور والناس طالعه تقول له وقف الحرب. صحيح. الحرب دي ليها دور مهم في الانتخابات الامريكيه من وجهه نظر حضرتك. طبعا لان هي مؤشر وكل المرشحين بيزايدوا عليه. يعني شفنا نيكي هيلي في التصريحات بتاعتها اللي كانت صادمة للعرب وللعالم كله، الدعم المستميت والأعمى لإسرائيل ومبرر حتى غير منطقي يعني قدمته، ما اكتفتش انها تعلنه على لسانها، دي كمان كتبته في الصحف الأمريكية. فاللي عايزه ورغم كده يعني ما نجحتش برضو قدام دونالد ترامب في الانتخابات اللي هي زي تجريبيه التمهيديه يعني في احدى الولايات. صحيح. ما فيش شك وما فيش خلاف ان اسرائيل حاليا في مأزق طبعا، سواء دوليا من خلال تغيير ردود فعل الشارع الغربي بشكل عام، الشعوب الغربية كلها ابتدت توعى واتقلبت على إسرائيل بشكل كبير، أو جزء تاني من المأزق اللي فيه نابع من الأرض، من موقفها العسكري والأمني على الأرض. شايفة ملامح هذا المأزق إزاي وتأثيره على الصراع بشكل عام؟ إحنا لو رصدنا الملامح بتاعت الأزمة الداخلية، أولا أزمة اقتصادية ويعني خسائرهم وصلت المعلن 67 مليار، بس انا بقول هي اكتر من كده. اتنين، الناس اللي هي متاخدة في الاحتياط، يعني عايزة اقول متجندين، موقفين الشركات والاقتصاد والكلام ده. نمرة ثلاثة، المظاهرات والملاحقات والصدام المباشر ما بين اسر الناس اللي محتجزة عند حماس من الاسرة، وكمان يعني عايزه اقول انضم لهم دلوقتي اسر الضحايا اللي بيموتوا كل يوم في الحرب. وقع اكتر من 24 ضابط لسه من يومين ماتوا، ده غير اللي متصابين. فكل دول لما يجتمعوا مع بعض، وعايزه اقول لحضرتك لو شفت بعض الجوانب من الاجتماعات بتاعت الكنيسة والحكومه اللي بيسمحوا فيها للاسر دي كنوع من التنفيس، يعني انها تدخل وتعبر عن رأيها، هجوم شديد بيصل إلى يعني عايز أقول التطاول في الكلام، بالإضافة إلى الخلاف اللي كان في الباطن ولكنه خرج على العلن لما حاول وزير الدفاع الإسرائيلي اقتحم مكتب نتنياهو، ووصل الأمر أنهم يضربوا بعض. وبقى يهدد وزير الدفاع، بيهدد رئيس الوزراء، بيقول مرة جاية حاجة بلواء جولاني معايا، معناها طب يعني كأنه انقلاب. إذن هو يعني عدم استقرار في حكومة الحرب داخليا، عدم قدرة نتنياهو على تبرير ومواجهة كل الأسر من الضحايا سواء من الأسرى أو من الجيش، مطالبة الناس دلوقتي لانتخابات، معنى كده إن هو يعني قاب قوسين أو أدنى من إن هو يخرج، وطبعا هو لو خرج هيتحاكم وبيحاول ان هو يعني يحفظ ماء وجهه امام الـ يعني عايز اقول الشعب الاسرائيلي، في ان هو يبين نفسه ان هو بطل، وده غير حقيقي. يعني عايز اقول بل بالعكس، ده يعني ادت الى ان على العكس تماما، ان هو بان على حقيقته. طيب رغم كل الخلافات الداخليه دي، ده غير خلافاته مع بايدن. صحيح، ده خلاف آخر طبعا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ولكن خلينا في الخلافات الداخلية، رغم أن هي بتزيد إلى أن الهدف من العدوان الإسرائيلي
مفيش فيه خلاف داخلي، يعني كل الإسرائيليين حكومة وشعب متفقين على الهدف من المعركة، وهو تهجير الفلسطينيين والقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة. فهل ممكن الخلافات الداخلية دي يكون ليها تأثير على أرض المعركة بالفعل ويكون ليها دور في إنهاء الصراع، ولا الخلافات دي مجرد لعودة المحتجزين ومطالبات بتغيير الحكومة وغيره من الأمور اللي ربما بعيدة عن الأوضاع في غزة؟ مصر بقى دلوقتي يعني عايزة أقول إيه، بتستغل كل الظروف دي بذكاء. يعني معناها يعني أنتوا في مشاكل، هدي الدنيا شوية حتى لحد ما أنت تشوف هتعمل إيه. فطب هدي الدنيا شوية معناها أن إحنا نروح لهدنة ندي بس نفس للناس اللي هي تهجرت، ويعدي كمان الشتاء، يعني يعدي برضو الشهور بتاعت الشتاء والبرد دي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، من ناحية التكتيكية والعسكرية كل المحاولات والتهديدات المباشرة اللي بيطلقها نتنياهو في ان هو يلاحق عناصر حماس في خان يونس في رفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا، ما انا كمان من مصلحتي امنيا كمصر ان انا ااجل الخطوة دي صحيح. لحد ما رتب نفسي ولحد ما هو كمان ينهك. يعني في برضو تكتيك، مش شرط ان انا اضربه لكن هو هيخلص لوحده، يعني هو هينهك ويخلص لوحده. فاللي عاوز اقوله انه مع كمان تراجع الامداد العسكري في الاسلحة، ايطاليا اعلنت ان خلاص وقفت مش هبعت اسلحة تاني لإسرائيل. وبايدن فأزمة كبيرة جدا في لأن هو ما زال الرئيس، يعني ما زال هو اللي بيرأس الإدارة الأمريكية، وهو اللي ملتزم أنه يبعت الأسلحة اللي هو نقصت بشدة عنده عند إسرائيل وعند أوكرانيا. فهو في أزمة كبيرة، والأوروبيين 50 دولة أوروبية وأمريكية وأخرى يعني عندهم انتخابات السنة دي. فإحنا هنشوف المشكلات اللي عندنا ولا نشوف الرعونة اللي بيقوم بيها نتنياهو؟ يا جماعة يا تشيلوه يا تشوفوا لكم في حل كده. يعني كل الظروف دي ممكن تمهد لإقرار فعلا الهدنة اللي احنا بصدد الحديث عنها دلوقتي، هدنة الشهر اللي بتطرحها مصر وقطر والولايات المتحدة. ممكن. هل ممكن تسهل بالفعل؟ ممكن. ممكن. إزاي؟ ممكن طبعا مع كل اللي حكيته لحضرتك. يعني كل المقدمات ديت ممكن انها تقود للهدنة اللي هي الشهر ده. ولاني كمان يعني عايزة اقول ايه، حماس برضو طرح شرط وإن لم يكن معلن في الماضي فهو تم إعلانه بكل صراحة الآن، وهو إن أي ترتيبات أو أي تصور لغزة بعد الحرب واستبعاد السنوار وبوديف اللي معاهم اللي بيرأسوا الحركة بره غزة، وإن أنا يعني أعمل لهم يعني خروج أو نفي بره غزة، هم قالوها كده صراحة إنه لن يتحقق. فعلى الجانب الآخر السلطة الفلسطينية هي كمان يعني عايز أقول إيه، لا يمكن إنكار وجودهم. طب الحل إيه؟ إن إحنا نعمل حكومة ائتلاف ما بيننا وما بينهم، لكن أنا علشان ألغي وجودهم من المشهد ده لا يمكن يحصل، لأن هم جزء لا يتجزأ من شعب غزة ومن الاتنين مليون إنسان اللي بيعيشوا في غزة دول. وده اللي أثبتته بعملية طبعا التجربة 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 الفعلية أثبتته. ويعني عارف لولا حركات المقاومة ما كان طوفان الأقصى ولا كان كل اللي رأيناه دلوقتي. حركات المقاومة دي من إيه؟ من ولاد كل بيت وكل أسرة في غزة. يعني صحيح. عايز أقول كان في أغنية زمان أوبريت معمولة على موضوع غزة ده، بيقول فيها يعني في جملة من الكلام إن بيقول لك إيه، وعيال حلفة تاخد بالطار. يعني أنت بتربي أجيال، واللي حصل في طوفان الأقصى مش بس في غزة ولا فلسطين، ده حتى أولادنا وحتى الآخرين اللي في الدول العربية، انت ربيت أجيال عندها فعلا روح الانتقام، وانها فعلا تاخد بالطار لأن هي مؤمنة بحقها في الأرض. صحيح. كل ده بيأتي في إطار يمكن أشمل وأوسع، وهو رؤية مصر في
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بيضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وده يمكن أيضا رؤية أصبحت مؤيدة من كثير من دول العالم، ربما حتى الولايات المتحدة لبعض مسؤولينها بيصرحوا بأن هو ده الحل، حل الدولتين. حتى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش وصف رفض هذا الحل بأنه غير مقبول، وأنه لابد من حل الدولتين. دي نبع من رؤية مصرية في الأساس. كيف ساهمت هذه الرؤية في إجهاض المخططات الإسرائيلية زي ما حضرتك ذكرتي اللي بتستهدف استبعاد غزة تماما من المعادلة؟ شوف حضرتك، نتنياهو كان عاوز يعمل إيه؟ يعمل تجميد للصراع، يعني زي ما قال كده أنا حطيت القضية الفلسطينية، موضوع الدولة الفلسطينية ده في شنطة وحطيتها على الرف عالرف. خلاص، معناها إيه؟ جمد القضية بحيث إن إحنا خلينا في اللي إحنا فيه، في الحرب والناس اللي بتموت والجوع والبرد والكلام ده كله. دي لعبة هم بيلعبوها علينا وعلى العالم. صحيح. بحيث إنك أنت تتشغل بالمشهد اللي انت فيه والمشهد الحالي وتبعد عن اصل القضية، يعني اصل الحكاية اللي كان مطروح من ايام كامب ديفيد، واللي كان الرئيس السادات الله يرحمه بيحاول ان هو يدفع الفلسطينيين والعرب ليه to push it وsupport it في الوقت ده وتدعمه، هو حل الدولتين، لان ملهاش حل غير كده. والقصص ان احنا طب نعمل دوله يعني دوله تجمعنا كلنا ويبقى فيها، يعني عايزه اقول، اختلافات اثنيه وعرقيه ونقبل بعض والسلام والحب والوئام، وكان مفيش كده، كان من الاول مفيش كده، يعني فاهم حضرتك. فمصر يعني عايزه اقول ايه، عارف لما يجي واحد يفضل يتكلم تقول له ايه، ما تفوق بقى في اللي انا بقوله لك. يعني هي مصر عايزه تقول ايه، كلمته كتير والمساعدات والأزمات، خلينا بقى في الإيه، في أصل الحكاية. وفي اجتماعات جامعة الدول العربية وفي القمة اللي عقدتها مصر كانت دايما بتكرر يعني الإلحاح في إثارة أصل القضية وأصل الحل مع الاتصالات الثنائية واللي بتقوم بيها الخارجية المصرية مع كل دولة بشكل مباشر، في أني تمام هندخل المساعدات وكل حاجة، بس خلينا نرجع لأصل الإيه الحكاية، وهي حل الدولتين، لأن ملهاش حل غير كده. صحيح. طب أخيرا أستاذ زينب، هل إقرار هدنة لمدة شهر ربما يكون سبيل لبداية مفاوضات حقيقية وجادة لهذا الهدف وهو حل الدولتين؟ أيوة. لأنه على الأقل هنفضل نتكلم فيها الكام شهر اللي جايين بسبب الانتخابات الأمريكية، موقف بايدن وحش جدا، فهو هيحاول ان هو ينقذ ما يمكن انقاذه، هو وبقيه الدول الاوروبيه اللي برضو مقبلين على انتخابات، واصبحت دي قضيه اساسيه في حمله كل مرشح منهم. صحيح. على كل حال، في النهايه بغض النظر عن اهداف اي من الاطراف، لابد من اقرار الهدنه حقنا للدماء ومنعا لنزيف الدم وانقاذا للارواح الفلسطينيه البريئه التي تسقط يوميا. في النهاية بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة زينب الدربي، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد والمتخصصة في الشؤون الدولية. سعدت بحوارك وأتمنى لقائك في حوارات قادمة إن شاء الله. شكرك. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنقطة ختام حلقة النهاردة من هذا الصباح، ولكن غدا بإذن الله اللقاء يتجدد مع أسرة عمل جديدة. فإلى اللقاء.